بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيت درس ويس 18، المجلس رقم 18 من مجالس علم الفرائض. نديروا مسائل تطبيقية، مسائل تطبيقية ليزيكزيرسيس، يعني مسائل تطبيقية. مرحبا بكم. مثال: ماتت عن زوج أم أخت شقيقة شين أخت لأب لأم أخت لأب. كما موالفين، هاي مسألة أمامنا. ماتت، كي نقول ماتت بلا ما نقول ماتت الزوجة، ثموت مطوث ثجاد أرجازيس ثجاد يماس نتساث صاد قلت برقي برقازيس ثجاد والتماس تشقيق نتساث أختها الشقيقة ثجاد والتماس يماس نتساث والتماس سفافاس نتساف. هذه مسألة. يلا يا أخي، احنا الله يبارك قرينا هذا الشيء ونعرفوه، دروك نبداو في توزيع الأنصبة. الزوج كم يرث؟ ما شاء الله. الزوج يرث النصف أو لعدم وجود فرع وارث، ولاش الفرع الوارث يعني ودجالة الدرية وقيل معنايس. الأم كم ترث؟ يمس شحال تورث؟ سدس، ممتاز. هاي السدس أي غير السدس؟ لماذا؟ ما شاء الله، لوجود جمع من الإخوة والأخوات. ما دام ذي الأخوات نقول لوجود جمع من الأخوات، خطر ثيم مات أتصور ثانسيزيام السدس في حالتين. الحالة الأولى ميلا وين يموثن أثين يموثن يجد فرع وارث، أما ذميس أما ذي الليس أما ذميس نميس أما ذي الليس نميس أما ذميس نميس أما مهما نزل أكا. ولا الحالة الثانية ميل جمع من الإخوة والأخوات، إما ذا ثمثن شقيقا نغسيس ثمثن تشقيقين نغ ذا ثمثن سفافاس نصيص ثمثين سفافاس نغ ذا ثمثن سيماس نصيص ثمثين سيماس نخلغن ذاكي والتماس تشقيق والتماس سيماس والتماس سفافاس ثفرا. الأخت الشقيقة كم تارث ذاكي؟ النصف، واحد على اثنين. أي غير النصف لانفرادها واحد سيث الله وعدم وجود عاصب أو معصب، ولاش الأخ الشقيق ليكيفالون، ولاش الأخ الشقيق. الشرط الثالث وعدم وجود حاجب وعدم وجود الابن أيضا، لأن الابن أيضا يحجب الأخت الشقيقة الحاجب سواء كان أبا أو ابنا. والأخت لأم كم ترث؟ السدس والتمس فافاس لا دوميسور سيماس يعني
أتورث في الستة السدس. إول تمس بافاس أشحال أتورث والتمس بافاس ممتاز، ترث السدس تكملة للثلثين. هذا لا شو يقصد تكملة الثلثين؟ المعنى السدس أثنرنو إن دومي، النصف زائد السدس يساوي دوتير. فقيل مسفام الآية ربينات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك دوتير وإن كانت واحدة فلها النصف. ثورا فرات مازال نستخرج أصل المسألة. أنوذ أصل المسألة ذاكي الستة صح؟ هاثن ستة النصف ستة يساوي كام؟ ثلاثة. هاثن ثلاثة السدس ستة شحال؟ يون النصف ستة ثلاثة سدس ستة يون سدس ستة يون. ثورا نجمع ثلاثة زائد يون أربعة أرنوياس ثلاثة سبعة أرنوياس يون ثمانية تسعة إذا أخذ مكة هذا تسعة. أم بعد قارن تسعة يزاد لا ينقص. مادام يزاد أدينيض مسألة عائلة من ستة إلى تسعة. الخذ ما نوتر تكفى سؤال ديال شكسبير. طيب هنا ينتهي دور الموثق أو المفتي ولكن يأتي دور الخبير. ولكن دقي الخبير قولوا له شوف تعامل مع الأصل تسعة ثقي داي يقول يتعامل مع الأصل تسعة. تفرق واحد إذا كان دراهم ديفيزي بار نوف إذا مثلا خلال 900 مليون 900 مليون ديفيزي بار نوف شحال يساوي؟ 100 مليون 100 مليون. أم بعد الزوج 3 فوا 100 مليون صافي 300 مليون هكذا. فرا الأم 1 في 100 100 مليون صافي 300 مليون 100 مليون 400 مليون إي 300 700 مليون إي واحد صافي 800 مليون 900 مليون تفرا نكفى دراهم. يلا جيب درك إزقارن البخر ما يجد إزقارن يلا ديفيزي بار ناف ما يجد ثمورث ديفيزي بار ناف ما يجد تزمورث ديفيزي بار ناف هنا إلى آخر. لذلك يثمث النغاون بلي علم الفرائض ما إلا نسنيث أشحن تلوفة فرنت كذا كس ألميابل سي الخير الفريضة شرع ربي صافي شرع واحد شوية النية شوية الكوراج وهذا مكان عادي ما إلا ولاش النية ما إلا إلا طمع طق على من طق لعب شطرتك ذاين الله ذينا الشرع ما قالش لعب شطرتك ولا بالعكس ربي قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. واضح المسألة؟ ما شاء الله. سؤال نفك مسألة نظن مات عن
زوجة مثلا أختين شقيقتين وأخ لأم، إموث فرنسي إموثن، إيجاد ثمتوثيس زوجة، إيجاد سناثي استماستي شقيقين أختين شقيقتين، وإيجاد أخ لأم بالنسبة إليه، إيجاد جماس سيماس. كيفاش نقسموا التركة؟ زوجة كم ترث؟ أميتين الربع، شكرا، ربع لعدم وجود الفرع الوارث، ثالث الربع، أنكار الربع، واحد على أربعة. أختان شقيقتان شحال يورثوا؟ دو تيرث، اثنين على ثلاثة، اثنين على ثلاثة. والأخ لأم شحال يورث؟ أن سيزيام، السدس، السدس. أي غير الأختان الشقيقتان عندهم الثلثان، كيف كيف لتعددهما، خطر الثين فأكثر، الشرط الأول أو السبب الأول. السبب الثاني وعدم وجود عاصب، وليش المعصب؟ يعني الأول أخ شقيق. السبب الثالث لعدم وجود حاجب، وليش لا الأب ولا الابن، ما كان لا الأب ولا الفرع الوارث المذكر. السبب الرابع وارث دينين، شكون يقولوا؟ كاين سبب. يلا انتم الله يبارك شاطرين وفاهمين وحاذقين ما شاء الله، فكروا برك كاين سبب دقيق وعدم وجود البنت الصلبية. ايه لو كانت تكون بنت صلبية تولي الأختان ما يورثوش ثلثين، يورثوا الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. هذا هو السبب الرابع. يلا أصل المسألة كم؟ ما شاء الله 12. الآن ما دام درنا تدريبات كثيرة يعني تأصيل المسألة بسيط 12. على لوجود العلاقة بين أربعة وثلاثة، العلاقة التي بينهما هي علاقة إيه؟ هي علاقة تباين، ولكن بين ثلاثة وستة هي علاقة تداخل، وبعدين قول علاقة بين أربعة وستة هي علاقة توافق. ما شاء الله توافق، من الجهة هذه شاطرين، الجهة هذه شاطرين، الجهة هذه شاطرين، والجهة هذه شاطرين، صافي. علاقة التوافق أربعة، يعني كي تكون علاقة توافق معناتها نبحث عن الوفق، نأخذ الأصل الأول نقسمه على الوفق والناتج نضربه في الكسر الثاني، في مقام الكسر الثاني ولا في الأصل الثاني، والعكس صحيح. يعني 4 ديفيزي بار 2 شحال يساوي؟ 3 ها 4 ديفيزي بار 2 يساوي 2 فوا 6 12 ناقص 6 ديفيزي بار 2 3 فوا 4 12 هذا معليش 4 و 4 مقسومة على 2 يساوي 2 مضروبة في 6 يساوي 12 ناقص 6 مقسومة على 2 يساوي 3 مضروبة في 4 يساوي 12. النتيجة هي وهو الأصل المسألة، فاهمين؟ نعم ممتاز هكذا مليح، الترجمة هذه مليح باش الجميع يستوعب. يلا ربع 12 يساوي كم؟ ربع 12 ثلاثة، معنى 12 في واحد مقسوم على أربعة يساوي ثلاثة. ثلثي 12 شحال يساوي؟ دو تيار نتاع 12 8 8 خاطر 12 فوا 2 24 ديفيزي بار 3 8 12 مقسومة على 2 يساوي 8 مضروبة في 3 يساوي 8 إذن 8 سدس 12 2
يلا نجمعوا 3 8 11 2 13 سور 13 ها عالتنا خط ثولين أنا اشتبه ذاكي ميم عين يا أخي تفهمنا على الاختزال كنت كتار روال بالرمز ميم عين مسألة عائلة لو كانت تقول ميم مراء من مسألة ردية مباشرة ممكن نتفق على بعض الرموز صافي نناد 12 تعول إلى 17 وترا لا شفعا فردا لا زوجا لو كانت نوفا ذاك 14 معناتها حنا غلطين شغل علم الفرائض يخليك انت تراجع روحك لا ريفيزيون ديرها وحدك سي اوتوماتيك تفاد 14 راك غلطان تفاد 16 راك غلطان لازم تلقى يا 13 يا 15 يا 17 قص حلوة فقط معجزة حاجة عجيبة علم الفرائض في إعجاز كبير أكي الخوة نعطي مثال آخر مات عن زوجة أم أب بنتين مات عن زوجة ثمطوثيس أم يمس أب فافاس وبنت سناثيسيس ما هو نصيب الزوجة كم الثمن واحد على ثمانية لماذا لوجود الفرع الوارث لوجود البنتين ثمطوثيس تساوي ثيس ثمانية أخطر يسعى ثلاث يسيس ويسيس أجي يأي ما ذي لنت ذي السيس ثمطوث أجي ذي قران ناس ثمطوث تم زواروث لذلك النسبة دائما تعود إلى المورث ما ردني ذي الميراث في كذا استقصينا كذا إلى دائما أديني ذا شو دي جاوين يموثن المورث شو دي جنسة مشى شو دي جن وكذا لا يورثن لزيرتي لا لا شو دي جا وين لا يورثن اسميس المورث الزوجة سعى الثمن التعليل وذكر إخواني وأخواتي مادام الأمر ينظر من الجميع باللي المفروض يكون تعليل عموما مثلا موثق يخدم التعليل أشيني كذا 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 المسألة من كذا وتصح من كذا أكيد يفك دي سنتز خلاصات لديتاي ولاش ولكن ذي التعليم لا وذي الفتوى ماذا بك ذي لي مفصل حين يغير ثمن الزوجة ذكرنا الآيات ذكرنا الآيات في موضعها ضرب دينان في القرآن الكريم الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث والفرع الوارث قد يكون ابنا وقد تكون بنتا
وقد يكون ابن ابنين وقد تكون بنت ابنين إلى آخره مهما نزل. نزل الأم كم ترث؟ شحال ورث؟ السدس. هذا السدس ذكرنا قبل حين أن الأم ترث السدس في حالتين، في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا، وفي حالة وجود جمع من الإخوة والأخوات مطلقا. أتورث ستة في مات، إما ما لوني موثم إيجاد الدرية نغمود إيجار الدرية، ولكن إيجاد ثماثن أو ثماثين سواء سن أكثر، ماشي هنا سن أكثر سنة أكثر ذاكي الميراث أذيلي في ستة. الأب شحال يورث الأب ذاكي؟ ما شاء الله يرث الأب، تبعوا مليح، السدس فرضا زائد باعين، هذه ورث في ستة عن طريق الفرض، وذي ورث الباقي ما يقراد عن طريق التعصيب. ذاكي فافافاث يسعى سيني فرنياس، افافاث يسعى سيني فرنياس سنه الصفات، اذي ورث كصاحب فرض، وذي ورث كعاصب ما يقرد اي غار. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث المؤنث، هذا هو التعليل. تقي السبع لو كان ماشي ذي الفرع الوارث المؤنث هذه ورث كانت ستة فقط، ما إلا ولاش الفرع الوارث مطلقا هذه ورث الباقي تعصيبا. ورد يوي الآية من القرآن، يلا تفضلوا الشاطرين، شكون اللي يجيب لي آية وقد شرحناها؟ سورة النساء صحيح، شكون اللي اجتهد؟ يلا اقراها. ولأبويه لمولانا، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد، تجي عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا، وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. باش أدفع الحالة يجي الأمة تسوي في ثلاثة، الأب يرث الباقي تعصيبا، ولكن ذاقي لحكمة ربانية ما دام إلى الفرع الوارث المؤنث الأب أذي ورث في ستة سوذ من الفرض، وذي ورث الباقي تعصيبا سوذ من التعصيب أي غر أخاطر وين يموثن إيجاد مسن يموثن إيجاد سنات يسيس ها سنتي وساتي سيس شحال ورثت دو تيير سين على ثلاثة ها ثني اثنين على ثلاثة. إذن المسألة واضحة الآن، الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث، وهو في المسألة لوجود البنتين، الأم ترث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث لوجود البنتين، والأب يرث السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث، والبنتان شحال يورثوا؟ الثلثان، يرثان الثلثين لتعددهما وعدم وجود عاصب. أخطأ لو كان إلى الإبن من قراد إلى الإبن أو أكثر أضوثن بالتعصيب، أضوثن حسب الآية إذن ربي يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن مادام ولاش العاصب أضوثنت الثلثين. أصل المسألة كام؟ 24، هات 24.
أي 24 العلاقة بين ذاكي 66 علاقة التماثل، والعلاقة بين 63 علاقة التداخل، وعلاقة التداخل تقتضي أن نأخذ أكبر العددين الوذام قرن 63 6، والعلاقة بين 6 و8 هي علاقة التوافق، التوافق الوفق بينهما 2، 6 ديفيزي على 2 يساوي كام؟ 3 مضروبة في 8 يساوي كام؟ 24، 8 ديفيزي على 2 يساوي كام؟ 4، 4 مضروبة في 6 يساوي كام؟ 24. ها نأخذ المقام الأول، مقام الكسر الأول يقسم على الوفق وهو 2، والناتج يضرب في مقام الكسر الثاني وهو 6، 2 في 6 يساوي 4 في 6 يساوي 24، أو نأخذ مقام الكسر الثاني 6 مقسوم على 2 يساوي 3 مضروب في مقام الكسر الأول 3 في 8 يساوي 24، هاي 24. ثورة نستخرج الأسهم، ثمن 24 يساوي كام؟ 3. سدس 24 يساوي، سدس 24 زائد انظر ما يقول هذا، ثلثي 24 16، 24 مضروبة في 2 يساوي 48 مقسومة على 3 يساوي 16. يلا نجمعوا 3 زائد 4 زائد 4 زائد 16 فرا إلى قدنا 27. فرضا واحد منكم ولا واحد منا لقى 26 غلط بلا ما تسقسيه، ما تشوفش الجيران تاعك يبان تغلط فيك وقول ما في 28 غلط، 29 غلط، لازم يا تلقى 24 يا 27 يا إما 24 تكون مسألة عادلة، ولكن مادام في المسألة عاول لا زيادة لازم يكون 27. الخلاصة إذن هذه هي الأصول التي تعول، 6 الأصل 6 يعول إلى 10 شفعا ووترا زوجا وفردا، يعول إلى 7 8 9 10. المسألة اللي درناها عاد إلى 9، يعني 6 عاد إلى 9. في المسائل الأخرى نجد نماذج أخرى، أمثلة أخرى. ذاكي الأصل 12 يعول إلى 17 فردا لا زوجا، يعول إلى 13 إلى 15 إلى 17 فقط. في هذه المسألة المسألة عالت إلى 13، والأصل 24 يعول عولا واحدا فقط إلى 27. هنا الأب قلنا زائد ما كاش واش يزيد، إذن هي أصل عائلة، يعول مرة واحدة إلى 27. إلى هنا ينتهي مجلسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.